صح، احنا ما شاء الله سعادة الوزير عنده القدرات والامكانيات للبهرجة الاعلامية والبروز وكسب المنظمات الدولية وغيرها، عنده اساليبه هو يعني. لكن تعالوا تقارير الديوان، ديوان الخدمة، ديوان الرقابة المالية والإدارية، تقارير هيئة جودة التعليم اللي كان ياخذ تقاريره ويحطها في الدرج يوصك عليها، زين وين راحت هاي التقارير؟ إذا هو عند الجرأة يطلع لنا هالتقارير ويبرزها لمجلس الشعب. بلاوي بلاوي، توصيات ممتازة لتعديل الوضع، لكن هو ما يبي يسوي يعدل، لأنه هو مصر أنه هو صح والشعب والمتخصصين على خطأ. هذه مشكلته، مشكلة كبيرة. فبالتالي أنا أقول وأكرر على سعادة الوزير يكون عنده الشجاعة يقدم استقالته ويريح سعادة مجلس النائب، الشعب أنت ويريح خارج الشعب إطار أكثر. السؤال، عفوا سعادة النائب، وأنت قانوني يعني، أتمنى أن هو طلع عن السؤال تقييم أيضا، الطروحات أنا العلمية، دخلت أتحدث شرق وغرب الله يحفظك. وأيضا طلع عن السؤال، أنا من حقي أطلع، طالما هو طلع أنا أطلع عن السؤال. أنا ما تهربت، النائب ما رد علي، أنا قلت له تبيني أخالف القانون؟ هل أسمح وأصدق على شهادات تزدري فئة في المجتمع، تمس تتكلم بطائفية، تحتقر المجتمع، لا تؤمن بثوابت مملكة البحرين؟ ما جاوب، راحته رد يتكلم من يأيد ويناصر، هذا شيء راجع له. لكن لماذا لم تجاوب؟ هذا السؤال، لأن هذا القانون أنتم موقع عليه، ترى احنا ما ننسى ولا نزايد. نعم، ولكن وهذه الاشتراطات موجودة، هل ترضون أحد يمس فئات المجتمع ونصدق على سؤال؟ ما جاوبني هم، أنا سألته هل ترضى؟ أنا أقول لك جوابي من الحين وجواب الإخوان في اللجنة، لن تمر أي رسالة تمس الكيان البحرين أو تمس شعب البحرين.